مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في برنامج منشيت الصحافة وجولة صحفية جديدة نرصد من خلالها منشيتات كبريات الصحف المحلية والدولية. ويسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة الكاتب الصحفي جاسم الشمري. أهلا بك أستاذ جاسم. حياك الله، يا مرحبا، أنا سعيد إن شاء الله. والآن مشاهدينا لنتابع أبرز عناوين صحافتنا المحلية بعد الفاصل. نبدأ جولتنا من صحيفة الأنباء بهذا المنشط الغانم: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة واجب على السلطتين، خلال لقاء نظمته اللجنة المالية البرلمانية لبحث تشريعات دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجلس الأمة أمس. وفي صحيفة الكويتية نقرأ تصريح وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن المساجد استقبلت جموع المصلين بعد إغلاق دام نحو 3 أشهر، وذلك عقب الانتهاء من تعقيم كافة المساجد في المحافظات الست في المناطق النموذجية من قبل وزارة الدفاع وفق الاشتراطات والتعليمات التي أقرتها الجهات الصحية في البلاد. وفي هذا الإطار قالت الجريدة أنه ابتهاجا بعودة صلاة الجماعة في المساجد تم صباح أمس ذبح 100 رأس غنم صدقة للفقراء بمشاركة 5 جمعيات خيرية، وهي الإصلاح الاجتماعي والرحمة العالمية والتميز الإنساني والخيرية العالمية للتنمية والتطوير وبلد الخير. أستاذ جاسم، يعني بلا شك أنه خبر مفرح جدا لكافة المصلين بأن يتم افتتاح المساجد بعد إغلاق دام قرابة 3 أشهر. ما تعليقك على ما حدث أمس، وأيضا ما هي نصيحتك للمصلين مع عودة الصلاة في المساجد؟ نعم، نقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ان بلغنا هذا اليوم عن يعني مؤشر طيب ان شاء الله لارتفاع البلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين بفضل الله ورحمته. افتتاح المساجد خبر جدا مفرح لجموع المصلين، لجموع المسلمين، أن تقام الصلوات بعد أن استمعنا لقرابة 89 يوم تقريبا نداء الأذان يصدح بصلوا في رحالكم. الآن الأذان يصدح بحي على الصلاحي على الفلاح. هنا يفترض أن ننبه كما يعني نبهت وسائل الإعلام المختلفة ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات الصحية في هذا الاتجاه، ضرورة أن يكون هناك الالتزام بالتباعد الجسدي، ضرورة أن يرتدي المصلي أو القادم إلى المسجد الكمام، ضرورة أن يعتني بمسألة النظافة الشخصية، وأيضا المهم في هذا الأمر أن لا يبادر المرضى أو المرضى من ذوي الأمراض المزمنة تحديدا إلى الذهاب إلى المسجد وتعريض أنفسهم إلى خطر العدوى وخطر الإصابة بفيروس ربما يحمله أحد لا يعلم أنه مصاب به. من الضروري الالتزام لهؤلاء بالصلاة في منازلهم، ولهم الأجر بإذن الله، يعني ألا تلقوا أيديكم إلى التهلكة أيضا ضمن سياق اكتساب الأجر والمثوبة. ضرورة التشديد على الالتزام بتعليمات الصحة في هذا الاتجاه. نعم. نعم، وبالنهاية الالتزام بالاشتراطات الصحية التي حددتها وزارة الصحة هو بالنهاية لسلامة الجميع. ننتقل إلى صحيفة السياسة التي تناولت إعلان وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بالوكالة خالد الفاضل إيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسات البترول وشركاتها التابعة خلال العام 2020-2021 وتقنين عددهم في العقود الخاصة وعقود المقاولات وفقا لقرار أصدره أخيرا، مؤكدا أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه من يريد تسريح العمالة الوطنية في الشركات البترولية.
وننتقل إلى صحيفة الوسط، حيث كتبت أن وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية أكدت أن قانون معالجة تداعيات أثار جائحة كوفيد-19 وقرار مجلس الوزراء بزيادة دعم العمالة يهدفان إلى حماية المسجلين على البابين الثالث والخامس بقانون التأمينات الاجتماعية. صحيفة النهار أشارت إلى تسجيل دولة الكويت قفزة نوعية في مؤشر الأداء البيئي العالمي الصادر عن مركز البيئة التابع لجامعة ييل الأمريكية، متبوئة المركز 47 من مجموع 180 دولة خاضعة للتقييم بعد أن كان تصنيفها بالمركز 61 في العام 2018. أستاذ جاسم، يعني ما هو تعليقك على هذا التصنيف، خاصة أنه صادر عن مركز البيئة الأمريكي، بأن الكويت حققت قفزة نوعية في هذا المجال؟ بالتأكيد هي قفزة نوعية حقيقية. التزام الحكومة خلال السنوات الأخيرة بالاشتراطات البيئية في العمل بشكل عام في أنشطة الدولة الاقتصادية، يعني أكيد أسهم أو مؤكد أسهم في يعني تحقيق الكويت هذا الانتقال من مرتبة دنيا إلى مرتبة عليا. هناك عدة قوانين صدرت في العشر سنوات الأخيرة، هناك حملات بيئية منظمة، هناك يعني مساندة أيضا إلى الأنشطة الحكومية، هناك ناشطون بيئيون حقيقيون في الكويت يعملون جاهدين على رفع الوعي البيئي والتنبيه إلى الخلل أو الأخطاء أو العثرات الموجودة لتلافيها. بالتأكيد خلال الفترة الأخيرة هناك عمل حقيقي، عمل بيئي حقيقي، يعني من ثماره هذه القفزة النوعية التي أخبرنا عنها. نعم. ونتحول إلى صحيفة القبس التي كتبت أن 6000 مواطن ومقيم تسلموا رخص القيادة المجددة عن طريق خدمة أونلاين منذ السبت الماضي وحتى مساء أمس. هذا ما كشف عنه مصدر أمني مؤكدا أن نحو 60% منهم مقيمون و 40% مواطنون. أما صحيفة الرأي ذكرت أن وزارة الكهرباء والماء سجلت رقما قياسيا في إنتاج المياه المحلة، حيث بلغ إجمالي إنتاج المحطات أمس 492 مليون جالون إمبراطوري، وسط توقعات بأن يتخطى معدل الإنتاج خلال الأيام القليلة المقبلة نصف المليار جالون يوميا. مستمرون معكم مشاهدينا، ولكن بعد هذا الفاصل نتابع عناوين الصحافة العربية والدولية. عنوانان يطغيان على اهتمام الصحف العالمية، قضية الأمريكي فلويد وتبعاتها، وأيضا فيروس كورونا وتطوراته. ومن الموضوع الثاني نبدأ المانشيت العالمي، فقد توصلت منظمة الصحة العالمية إلى نتيجة نهائية بأن حامل فيروس كورونا المستجد يعتبر غير معدي للآخرين إلا في حالة ظهور الأعراض لديه، وأهمها ارتفاع درجة حرارته. وحسب ما نشرته صحيفة الدستور الأردنية، فقد خلصت مديرة وحدة الأمراض الناشئة والأمراض الحيوانية المنشأ بمنظمة الصحة العالمية ماريا فان كيركوب خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة جنيف إلى أنه لا ينصح بفحص الأشخاص غير المصابين أو حجزهم بداعي الحجر، وأشارت إلى أن المسح الوطني والحجر لغير المصاب بالأعراض أصبح عديم الجدوى لا يؤثر على التعامل مع المرض. ومن جانب آخر، أعرب عالم فيروسات ألماني عن تشككه إزاء جدوى ارتداء الكمامات في الحياة اليومية بسبب الاستخدام غير الصحيح لها في كثير من الأحيان. ووفق ما ذكرته الشرق الأوسط، فإن مدير معهد الفيروسات في مستشفى بون الجامعي هندريك شتريكا قال إن الناس يضعون الكمامات في جيوبهم ويمسكونها باستمرار ويضعونها على أفواههم لمدة أسبوعين وربما من دون غسيل، إنها تربة خصبة
حقبة ممتازة للبكتيريا والفطريات. ولا تزال منظمة الصحة العالمية مشككة إزاء ارتداء العام للكمامات البسيطة في الأماكن العامة، رغم أنها غيرت مؤخرا موقفها المنتقد لارتداء واقيات الفم والأنف بين العامة، فإنها أوصت مطلع هذا الأسبوع بضرورة الحرص على مسافة تباعد بين الأفراد لا تقل عن متر واحد عند ارتداء كمامات مصنوعة من القماش أو كتلك التي تباع في المتاجر، وذلك خلال الوجود في المواصلات العامة أو المتاجر أو منشآت أخرى. أستاذ جاسم، يعني يبدو أن هناك نظرة أخرى للعدوى بالفيروس أو بطريقة التعامل مع فيروس كورونا. الآن منظمة الصحة العالمية كانت في السابق يعني تدعو إلى الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات والتباعد الاجتماعي والجسدي. الآن نلاحظ أنها ركزت أكثر على التباعد الاجتماعي والجسدي. فكيف ترى يعني عدم ثبات الخبراء ومنظمة الصحة العالمية في تعاملها مع فيروس كورونا؟ هنا يبدو التضارب في المعلومات حول فيروس كورونا أمر غريب أو أمر مستغرب حقيقة. هناك من يقول بأن الانتقال وارد، وهناك من يقول بأن الانتقال غير وارد. الحقيقة أن يعني إصابة 7 مليون أو أكثر من 7 مليون حول العالم بفيروس كورونا، وتسجيل عدد وفيات بأكثر من 400 ألف يعني شخص خلال الثلاثة أشهر الماضية، لا يستقيم الحال معه في القول أنه لا يوجد وباء أو أن هذا الوباء لا ينتقل بالعدوى. هنا يبدو تضارب في هذا السياق. الأمر الآخر الذي يشار إليه ربما أن هذا الفيروس متطور إلى الدرجة التي لا يمكن للخبراء أو المختصين التكهن بمساره الحقيقي. أمر طيب أن نسمع بأن حامل الفيروس قد لا يعدي غيره إن لم يكن مصابا بالمرض، ولكن هذا يعطي مؤشر أيضا أن هذا الفيروس لم نستطع الإحاطة بكل تفاصيله حتى الآن، وبالتالي من الضروري الالتزام بتعليمات السلطات الصحية. مسألة التباعد الجسدي أمر مهم. مسألة الوعي في استخدام الكمام، في استخدام المعقمات أيضا، بضرورة عدم لمس الأشياء، بضرورة التعامل بشكل حصيف مع الأدوات المستخدمة، أتصور أن هذا أمر ينصح فيه، ولا زالت منظمة الصحة العالمية تنصح بذلك. نعم يبدو أن فيروس كورونا شديد التطور وأيضا شديد الخطورة، وهذا ما يجعل البعض يعني بعض الخبراء والأطباء يعكفون على دراسة لقاح، ولكن أفضل علاج الآن لكورونا هو التباعد الجسدي والاجتماعي مع ضرورة البقاء وعدم الخروج إلا للضرورة. ننتقل الآن إلى صحيفة الغد التي كتبت أنه في إطار المساعي الدولية لكبح أزمة فيروس كورونا المستجد، أعلنت جامعتا برينغهام وإكسفورد البريطانيتان أن اختبارات تجرى على أدوية تستخدم في حالات السرطان والالتهابات كعلاج محتمل لمرضى كوفيد 19، ويعتقد أن الحالات الحادة من المرض يتسبب فيها إفراط برد الفعل من جانب جهاز المناعة يعرف باسم عاصفة سيتوكين. ويتحرى الباحثون ما إذا كان من الممكن أن تلعب الأدوية التي تكبح خصائص معينة في الجهاز دورا في وقف التصاعد السريع في الأعراض والمضاعفات. اختبار آخر سيبدأ هذا الصيف تجريه الولايات المتحدة للقاح ضد فيروس كورونا. وول ستريت جورنال نقلت عن مسؤول في المعاهد الوطنية للصحة بقول أن المرحلة الأخيرة من اختبار لقاح مودرنا ستبدأ في يوليو، وتخطط الحكومة الفيدرالية لتمويل وإجراء دراسات حاسمة لثلاثة لقاحات تجريبية ضد الفيروسات التاجية ابتداء من هذا الصيف، وفقا لما ذكر
ذكره باحث رئيسي في مجال اللقاحات. وقال مدير مركز أبحاث اللقاحات في المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية أنه من المتوقع أن تشمل تجارب المرحلة الثالثة هذه عشرات الآلاف من الأشخاص في عشرات المواقع حول الولايات المتحدة من أجل تحديد سلامة اللقاح. أستاذ جاسم، يعني كثر الحديث في الأيام الأخيرة عن إجراء عدد من التجارب لإيجاد لقاح ضد كورونا، يعني من خلال متابعتك لهذه الدراسات والبحوث، هل ترى أنها مجرد دعاية أو أنها مجرد تهدئة للوضع العام في جميع بلدان العالم؟ نعم، حقا لا يمكن مطلقا القول ان البحث عن لقاحات هو بمثابه دعايه، وان كانت لا تخلو من تنافس علمي يفضي الى تنافس تجاري. الكل يعلم ان تجاره الدواء تحقق يعني مكاسب هائله، الحديث هنا عن مليارات المليارات من الدولارات تدخل إلى خزائن الشركات المتعاملة بالأدوية واللقاحات كل عام، وبالتالي هي مناسبة لحصد مزيد من المكاسب. نعم، ولكن لا يمكن القول مطلقا بأن البحث عن لقاح لفيروس كورونا هو بمثابة دعاية. هناك دول وشركات تسعى إلى حصد الأسبقية في هذا الاتجاه، نعم لتكسب ماديا، ولكن أيضا لإسعاد البشرية، لصالح البشرية بشكل كامل. نعم، نتمنى أيضا إيجاد اللقاح في أسرع وقت في أي بقعة من بقع الكرة الأرضية. نقرأ الآن في صحيفة يعني شفق بأن الاتحاد الأوروبي أعلن الأربعاء أن المفوضية ستقدم اقتراحات لفتح الحدود الخارجية تدريجيا وجزئيا اعتبارا من الأول من يوليو. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بورل عقب الاجتماع الأسبوعي لأعضاء المفوضية الأوروبية. وأوضح أن الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي المغلقة في إطار التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا كان مخططا لها أن تفتح في يونيو الجاري، أما الحدود الخارجية ستفتح في المرحلة الثانية. أستاذ جاسم، يعني الآن بدأت الدول الأوروبية يعني في تخفيف القيود. ألمانيا كانت سباقة في تخفيف القيود وستفتح حدودها مع عدد من دول الجوار. هل خطوة الاتحاد الأوروبي تعني أن الإغلاق يعني سيصبح من الماضي القريب وبالتالي ستفتح الحدود؟ نعم، في تصور أن الخطوة تعني أن الدول بدأت تعي بأنه ليس هناك إمكانية لأن تغلق الأنشطة الاقتصادية بشكل كامل ولمدد زمنية غير محددة. يفترض أن يكون هناك سقف زمني يتحدد بمسألة الإغلاق. الآن يبدو أن كثير من الدول بدأت تعي بأن كما قلنا من قبل أن التباعد الجسدي واتخاذ الإجراءات والاحتياطات الوقائية هي الأسلم وهي الأنجع لمجابهة كورونا، وباء كورونا. نعم، في تصوري أن دول كثيرة ستفتح حدودها، أنشطة اقتصادية كثيرة ستبدأ ستستأنف أعمالها خلال مرحلة على الأقل شهر من الآن، عودة الحياة طبيعية إلى كثير من دول العالم أمر متوقع بنسب كبيرة جدا، ولكن يظل الأمر منوط بالتعامل الفردي مع هذا الوباء. نعم، في مسألة كما قلنا في مسألة التباعد الجسدي، في مسألة أخذ الاحتياطات الفردية أو الشخصية، لبس الكمامة، التعقيم المتواصل، غسل الأيدي بشكل مستمر، عدم ملامسة الأدوات غير الضرورية. نعم، إذن أستاذ جاسم، يعني المرحلة المقبلة ممكن أن تحمل عنوان التعايش مع فيروس كورونا. هذا هو المتوقع حقيقة. نعم، لأنه لا يمكن كما قلنا لا يمكن إغلاق العالم لمدد طويلة. هذا الإغلاق يعني أن يكون هناك تداعيات أخطر تتعلق بمصالح الأفراد ومصالح الدول، وبالتالي التعايش هو الطريق البشرية للتعامل دائما مع الكوارث التي تتعرض لها. نعم.
وننتقل إلى موضوع الاحتجاجات ضد العنصرية، وضمن تفاعلاتها ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء بالعنصرية والتمييز، واصفا إياها بالوباء الذي يعد خيانة للميثاق الجمهوري. وبحسب ما نشرته اللواء اللبنانية، فقد قال ماكرون لدى مشاركته في مجلس وزراء إن العنصرية آفة تطال المجتمع برمته، داعيا إلى عدم التساهل حول هذا الموضوع وتشديد التحرك ضد العنصرية. وعلق على التظاهرات التي تجرى في فرنسا احتجاجا على عنف الشرطة، وتكريما لذكرى جورج فلويد الأمريكي الأسود الذي قضي لدى توقيفه من قبل الشرطي أبيض، فحرص على رفض أي خلط للأمور، مشددا على أن الغالبية العظمى من قوات حفظ النظام لا يمكن انتقاد أدائها وفق ما نقلته المتحدثة. أستاذ جاسم، الآن مع تصاعد اليمين المتطرف، يبدو أن دولا أوروبية ومنها فرنسا تعاني فعلا من بعض الممارسات العنصرية. إذا برأيك ما المانع من سن تشريعات رادعة وتفعيلها على أرض الواقع؟ نعم، هناك بالفعل تشريعات في هذه الدول، تشريعات تكافح العنصرية، تكافح التمايز الإثني والطبقي والعرقي، تجرم مسألة الخوض في هذا الاتجاه. وبالتالي التشريعات موجودة، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية أيضا موجودة. المشكلة الحقيقية أن الالتفاف على هذه التشريعات وارد، ولكن ربما هذه الانتفاضة البشرية في حادثة فلويد وسبقها أيضا حوادث خلال العقد الماضي والعقد الذي سبقه، انتفاضات بشرية في هذا الاتجاه لرفض العنصرية ومكافحة العنصرية والمطالبة بإجراءات حقيقية في هذا الاتجاه. الحقيقة أن البشرية أو الإنسانية التي عانت لمدد تصل إلى آلاف السنوات من هذه الممارسات، لا يمكن القضاء على الممارسات العنصرية والتمييز الإثني والطبقي في قضون سنوات أو عقود محدودة. إلى 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 مدة قريبة كان هناك عنصرية قاتلة في الولايات المتحدة، إلى أزمنة قريبة كان هناك استعمار، وكان هناك تنكيل بشري من قبل السلطات القائمة الآن على مسألة مكافحة العنصرية. العامل في تصوري أنا، العامل الاقتصادي أو التعامل مع العامل الاقتصادي أمر مهم. هناك هجرات من دول فقيرة ودول محدودة إلى دول ذات رفاهية وموارد متعددة، وبالتالي هؤلاء يبحثون دائما عن فرص عمل وعن تحسين مستواهم المعيشي وتحسين مستواهم الأمني، وبالتالي هم يشكلون ضغطا كبيرا على مواطني هذه الدول المستقبلة للهجرات. وبالتالي دائما تبرز مسألة أن قلة الفرص تعطي مجال للسياسيين المنتفعين من مسألة العنصرية أو إعلاء العنصر الوطني والدفع بهذا الاتجاه إلى البقاء على السطح. إن لم يعالج العامل الاقتصادي في الدول الفقيرة أو الدول متوسطة المستوى، سوف لن يكون هناك معالجة حقيقية لمكافحة التمييز. وننتقل مشاهدينا الآن إلى مقال اليوم، ولكن بعد الفاصل. مقال اليوم من صحيفة واشنطن بوست بعنوان: هل يمكن تجنب خيار تقسيم ليبيا؟ سؤال طرحه كاتبه إيشان ثارون، وقال فيه إن الحرب الأهلية في ليبيا تدخل مرحلة جديدة حاسمة، فالحملة التي قادها أمير الحرب المتمرد خليفة حفتر ومضى عليها 14 شهرا ضد الحكومة المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس تراجعت بشكل واسع، وقامت قوة الحكومة بوقف مكاسب حفتر وسيطرت على قواعد عسكرية مهمة وتخوض معارك بمناطق في وسط البلاد للسيطرة
السيطرة على مدينة سرت، وهي المدينة التي ولد فيها الرئيس القذافي وقتل أيضا فيها على يد مجموعات مسلحة من منطقة الغرب. ويقول الكاتب إن الحرب بين حكومة الوفاق الوطني وما يعرف بالجيش الوطني الليبي التابع لحفتر تحولت إلى حرب بالوكالة، إذ تدعم دول الحكومة المعترف بها دوليا، فيما يحظى حفتر بدعم دول أخرى. ولكن واحدة من هذه الدول سبب مختلف للتدخل في النزاع، ولا تستطيع أي منها إنهاء الحرب بنفسها وبالطريقة التي تريدها. ولكن حفتر حسب صاحب المقال يبدو في وضع صعب، ففي الأسبوع الماضي خسرت قوته معقلها القوية في ترهونة التي تبعد 40 ميلا جنوب شرق العاصمة طرابلس، وكانت إشارة إلى تراجع حظوظ حفتر الذي حاصرت قوته مرة طرابلس والتي اشتملت على قوة من المرتزقة الأجانب. كاريكاتير اليوم بعد الفاصل. أستاذ جاسم، كاريكاتير اليوم من صحيفة الجزيرة. نعم، أظن أن هناك حسابات يعني تبث أخبار مغلوطة، ولكن لا أعتقد أن العصا هي الوسيلة لمواجهة هذه الأخبار المغلوطة. هناك عدة وسائل أخرى تعتمد على القانون، على وعي الناس، على حرية تداول المعلومات، على الشفافية. أتصور هذه الوسائل هي المنوطة بالقضاء على الأخبار المغلوطة والكاذبة. نعم نعم، ويبدو أن استخدام الآن وسائل السوشيال ميديا خاصة تويتر الآن أصبح يعني متواجد بفترة بكثرة في هذه الفترة، أصبح هو المصدر الرئيسي للأخبار. نعم نعم، ولكن نتمنى أن ترتكز هذه المرحلة على الوعي المجتمعي وضرورة أخذ الأخبار من مصدرها الرئيسي. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة. أشكر ضيفي الكاتب الصحفي جاسم الشمري على وجوده معي اليوم، وكذلك الشكر موصول لكم مشاهدينا لمتابعتكم لهذا البرنامج. إلى اللقاء.